صباحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، صباح جميل، صباح مليء بالتفاؤل بإذن الله تعالى، خاصة في هذه الأجواء والاختبارات مع أبنائنا الطلبة. نتمنى لهم التوفيق. صباح الخير افتخار. صباح الخير محمد، أصبح عليكم مشاهدينا وين ما كنتوا مع بداية الأسبوع وبداية اليوم. أتمنى لكم يوم مليء بالنشاط والحيوية والتفاؤل، وأتمنى لكم أيضا مشاهدينا إضحوية ممتعة وجميلة من خلال متابعة برنامجنا الضحى العود. عندك عندي بعض المعلومات؟ أكيد، يعني إحنا بالنسبة حق عيالنا تبدأ امتحانات اليوم، وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع، خاصة أن الأجواء يعني قد تكون صعبة لبعض الأسر، خاصة في ظل هذه الظروف، ظروف الامتحانات ويعني التركيز الذهني، ضغط نفسي لا. محمد يكون، فننصح إحنا هناك نقول أساسيات عشان الطالب ما يكون عليه ضغط وكذي. خلال كل ساعة يريح 5 دقائق، نفرض التفاح، اللوز، التوت، هذه كلها بعد ينشط الذاكره. زعتر، ما انت خابره زعتر؟ الزعتر على ايامنا الحين، اخواننا الفلسطينيين، اخواننا الفلسطينيين خلصوا الزعتر ذاك الوقت في السوق عندنا. الحين على ايامنا اليوز واللوز، يعني المكسرات هذه مع التفاح الاخضر بعد يرفع من الذاكره. وايضا محمد النوم الكافي هذا كله ينشط، والام خليها تهدي، ما تعصب من اول اجابه ما استجاب معها الطفل. كان الله في عون الأمهات وكان الله في عون الآباء، خاصة في مثل هذه المراحل، لكن بإذن الله تعالى الاعتماد على الله سبحانه وتعالى يعطينا يعني الثقة بالنفس، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نستمتع في أجواء جميلة، خاصة الأجواء هذه وفي أجواء مطر إن شاء الله في منتصف الأسبوع إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله ربي يسهلها إن شاء الله، ونشوف يعني تأثير هذه الأجواء الجميلة علينا إن شاء الله بالإيجاب وعلى أذن طلبتنا في المدارس. نبتدي مشاهدي الكرام قصتنا في الضحى العود معاكم، ويعني هذا يعني راح يكون عندنا تقرير الصحافة كما جرت العادة. رحلتنا في الصحافة المحلية نستهلها من النهارة، والتي أبرزت خبر تنازل الشيخ سلمان الحمودة عن رئاسة الاتحاد الآسيوي للرماية لصالح الشيخ علي الخليفة الذي تم انتخابه بالتزكية للسنوات الأربع المقبلة. وأشار الحمود إلى الدعم الكامل والكبير من جانب الأسرة الآسيوية للكويت في أزمتها الحالية، وتأكيدهم على أنها تعرضت لظلم كبير وأن القوانين المحلية تتوافق مع نظيرتها الدولية، مشددا على أن الرماة الكويتيين سيشاركون في أولمبياد ريو دي جانيرو بعد نجاحهم في الحصول على مراكز مؤهلة. الرأي: القدسية خلص مع بونياك، في حين علامة الرأي أن نادي القدسية يقترب من التعاقد مع الصربي بوريس بونياك حتى نهاية الموسم. وذكرت المصادر أن الرغبة بالتعاقد مع بونياك المدرب السابق للعربية كانت موجودة بالفعل لإدخال التغيير، غير أن أمورا تتعلق بتوفير المقابل المالي للصفقة ورغبة المدرب في إنهاء بعض ارتباطاته العائلية حالت دون إتمام عملية التعاقد. وأشارت المصادر إلى أن القدسية عرض على بونياك 15,000 دولار راتبا شهريا ومن دون مقدمة، على أن يكون التعاقد موسميا وليس سنويا، وأن المدرب أبدى موافقة مبدئية على العرض. وننتقل إلى جريدة الجريدة، والتي سلطت الضوء على استياء نادي الجهراء من قرارة الحكم علي محمود الذي أدار مواجهة الفريق أمام الكويت. واعتبر الجانب الجهراوي أن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء، كما أنه مدد الوقت حتى تمكن العميد من تحقيق هدف الفوز بعد أن قام بطرد لاعب من الجهراء. وقال مدير الفريق يوسف كريمة إن الجهراء لا يعتزم تقديم احتجاج على التحكيم، لا سيما أن الاعتراض لن يعيد للنادي نقاط مباراتي السلمية وأيضا العربية. وكشف عبد الله الحجان مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي القدسية لصحيفة السياسة إن ما قام به المحترف الكونغولي سلامو تجاه أحمد إبراهيم مدافع العربي في مباراة الديربي هو ردة فعل تجاه الأخير بعد قيام المدافع بدهس قدم سلامو دون كرة، الأمر الذي كان يستدعي إشهار البطاقة الحمراء لإبراهيم وليس العكس، مشيرا إلى أن ذلك ليس تبريرا لما قام به المهاجم وإنما لتوضيح الصورة أمام المتابعين. وأوضح الحجان أن قرار فرض عقوبة على اللاعبين يعتبر سابقا لأوانه.
وأخيرا فإن صحيفة الأنباء تطرقت إلى احتلال منتخبنا الوطني للناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة المركز الثامن في البطولة الآسيوية المقامة حاليا في العاصمة الأندونيسية جاكرتا بعد خسارته من تايلاند 69-49 ليحصل الفائز على المركز السابع. ويعود وفد منتخبنا إلى البلاد مساء اليوم بعد الانتهاء من مشاركته في البطولة القارية والتي لم تكن على المستوى المأمول، وتكبد الفريق هزائم عريضة وذلك لعدم إعداده بالصورة الجيدة. رجعنا لكم مشاهدينا مع ضيفنا من جريدة السياسة الأخ سطام السهلي. صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور وسعادة تواجدي أخي. صباحك الله بالخير سطام، وياهلا فيك أبو علي في برنامج الضحى العود. نبدأ وياك أسئلتنا، رأيك في وقوف ودعم القارة الآسيوية للكويت، هل تستحق الوصول إلى الهدف المنشود وبالتالي سوف بإذن الله تعالى نرى بوادر خير إن شاء الله في الأيام القادمة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا صباحكم الخير، صباح المشاهدين، وسعيد بتواجد وياكم في البرنامج هذا الصبح، أنا مسميه دائما ملخص الصبح اللي يعطيه. طبعا القارة الآسيوية أنت تقصد من خلال الأزمة والدعم الموضوع اللي صاير، أو يعني ما شاء الله ترى مواضيعنا صايرة واجد. نعم. لكن نقولها بصراحة يعني من خلال ما يحدث في اللجنة الأولمبية الدولية واللي يحدث في الاتحاد الآسيوي والمشاكل اللي صارت في الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، كل الأمور هذه ما بصراحة أنا بصفتي يعني أتكلم كمتابع ناقد ما أشوف أنه في دعم، في ضبابية في الموقف من الكل صراحة، لأن لحد الحين اللي قاعد يجينا كلها ضرب من هالاتحادات باستثناء العدد القليل اللي لحد الحين ما أرسلوا كتابات. الآن الكويت تكلم 11 اتحاد وموقف من إجمالي 16، يعني ما أشوف أي دعم مع قضيتنا. إذا الوضع ما زال يعني غائم، هذا الجو صار قائم جزئيا. أعتقد أنه يعني خلاص المهلة قربت يعني 15 نوفمبر. شوف طبعا في اجتماع في البرازيل 15 نوفمبر اللي المفترض أن الكويت تكون أرسلت يعني تعهد إلى آخر اللي يطلبونه، وهذا أتوقع أن التوجه الحكومة الكويتي الرفض التام لسياسة الابتزاز اللي مارسونها اللجنة الأولمبية الدولية ضد الكويت. وللاحظ يمكن امس الاتحاد الدولي حتى لكره اليد شطب رئيس الاتحاد الكويتي ناصر صالح وشطب الانديه المشارك الى اخره. ممكن أنا حتى كتبت تغريده يعني قلت للاسف يعني ولا شفنا دعم من احد الاخوان الخليجيين اللي حضروا الاجتماع الدولي، فمطالب بحق واحد يعني ما قلنا انهم وقفوا معانا بالقضيه الدوليه، حق اللجنه الدوليه توقفنا اذا خالفنا، من حقها اللي تنظر فيه الامور او اللجان التنفيذيه يوقفونا، هذا امر اخر، لكن تجي توقف الدوري المحلي مو من حقك. نعم. طيب سطام، الشيخ سلمان الحمود ذكر ان الرماد سيشاركون في الاولمبياد، شنو رايك في الشيء؟ والله شوف الحمد لله طبعا من حظنا الحمد لله الان اصبح عندنا 5 رماد متاهله الاولمبياد. نعم. يعني هذا رقم كبير يعني بالنسبه لنا ك يعني الرمايه الكويتيه، ان عندنا 5 لاعبين راح يتاهلون الاولمبياد، والامانه يعني عندنا 2 أو 3 مرشحين حتى من خلال سكور مالهم او النتائج اللي حققونها في الاسيويه اللي قيمت في الكويت قبل كم يوم. نعم. يعني محققون ميداليه يعني منافسين وتأهلوا. يمكن أنا قرأت تصريح أمس أنه راح نشارك تحت العلم الأولمبي، وكان في تصريح أيضا لرئيس نادي سيد عجيبي قال لأنه شارك تحت العلم الأولمبي أتوقع سيشاركون لاعبين تحت العلم الأولمبي إن لم تحل المشكلة مني، لأن كنا إحنا نتكلم شهر 6 2016، يعني باقي عندنا 10 شهور أو 8 شهور إن شاء الله تنحل المشكلة وخلص من هذه الأزمة. لكن دائما اللجنه الاولمبيه دائما تحفظ حق الرياضيين خاصه بالالعاب الفرديه، لازم نميز احنا ان اللعبه الفرديه اللجنه الاولمبيه الدوليه ما تحرم اللاعب، لان اللاعب روحه يعني يتعب ومعسكرات ويوصل. لكن مؤسف ان نشوف حالنا دائما نلعب تحت العلم الاولمبي، نبي نعمل على قولتهم هي ظلم للاعب وظلم لمنتخب الكويت وظلم لنا كجماهير، ان اللاعب مثلا لحق ميداليه ما يذاع النشيد الوطني، نشوف ابطال عالم ضم لدوله مو بس كمنتخب. اي نعم، ابطال عالم اذا ذاع النشيد الوطني قاعد يبكي صح ولا لا؟ اي نعم. لذلك ان شاء الله تنحل الامور ونخلص من هذه، لكن ايضا يعني لنا فخر ان عندنا رومات يتاهلون الاولمبياد بصراحه. نعم، بالنسبه حق البطوله الاسيويه الحاليه، رايك في هذا المحفل، تقييمك لهذه البطوله بشكل عام ونتائج الموجوده؟ والله شوف احنا الكويت الحمد لله في ناحيه الرمايه لدينا ميدان عالمي، يعني يعتبر ميدان عالمي مش ميدان يعني خليجي او اسيوي، استضاف بطولات عالم في السابق وبطولات اسيويه، قادرين على تنظيم اقوى البطولات الاسيويه او خليجيه عربيه،
بطولات عالم، لدينا رومات. يعني ترى في شيء حزب الخاطر انك تنظم بطوله ما تنافس فيها. خليني اقول لك يا صراحه، احنا نروح نقضي بطولات اللي تقام في الكويت، اذا رحت البطوله وماكو منافسه والله العظيم مو يضيق خلقك ما لها طعم تروح. نعم. لكن بطوله الرمايه نروح وننافس وناخذ ميداليات، يعني على قولتهم بياض وجه، يعني احنا مستانسين. لذلك دائما احنا نشوف اليوم ما شاء الله في الدحاني اليوم تتوج وتاهل الى الاولمبيات بسكور عالي، يعني مو يعني سكور سهل، يعني بطولة مفرحة لنا ككويتيين بوجود أبطالنا، بوجود تأهلهم، إنجازات في كل الأمور. والأمانة يعني ترى نادي الرماية يعتبر معلم مفرح لو رحت تزوره، يعني مش يعني ماشية كافتيريا قاعدة الرومات، أماكن منظمة، تنظيم عالي عكس بعض الاتحادات اللي دشيت يضيق خلق. واذكرنا اول التقاء بيني وبينك كان هناك في اول بطوله اول لقاء. ندعي لهم بالتوفيق اكيد ابطالنا في الرمايه. وننتقل لنادي القادسيه، هناك اقاويل يقال ان بنياك سيتوجه الى القادسيه، شنو رايك في ذلك تدريبهم؟ او والله شوف بنياك الحين العربي طاب ورد الحربي وقد تساوي يقول شوف هو اللي حصل. خليني اذكره بالتفصيل، يعني يمكن امس احنا كنا اجرينا يعني اتصال مع بنياك، يعني كلمنا شخصين وكلمنا طبعا اطراف، يقال ان تم الاتفاق مع نادي القادسيه في كل البنود، لكن بقى شغلتين اللي هو المبلغ المالي وتوقيع العقد. طبعا هذه الاقاويل يعني انا يمكن عتبت على واحد من اخوان نادي القادسيه امس، كنت قاعد نسولف قلت مشكله النادي القادسيه ولا واحد طلع وصرح قال راشد بديح باقي في الفريق الى اخره. احنا نشوف بالانديه الثانيه عندي يعني كمان خليجيه ولا شيء، اذا تكلموا عن المدرب ووضع المدرب تحت الضغط الاعلامي والجمهور هذا امر طبيعي، مع اني انا كتبت امس وكنت ما عجبهم ترى راشد بديح نتائجه جيده مع فريق قادسيه، فقط خسر بالدوري مباراه السوبر خسر. يعني يعني بالدوري لعب 4 مباريات 3 فوز وتعادل، في دوري ابطال اسيا تقريبا وصل نهائي، يعني نتكلم فنيا وصل نهائي وهو الكويت لانه فايز مباراه الذهب، لكن الظروف. لذلك فقط خسر كاس السوبر، والعام الماضي حقق الكاس مع القادسيه، لذلك نتكلم فنيا او ارقام كره القدم ارقام. راشد بديح يبقى ان الارقام من صالحه، يبقى الضغط الجماهيري الاعلامي عدم وجود مستوى عجب. هني نرد حق الجوانب الاخرى عشان ما يكون الضغط على راشد بديح. اولا كلنا نعرف ان مدربين محترفين القادسيه ما استلموا رواتبهم، 3 أيام انقطعوا عن التدريبات، مشكله بدر مطور، مشكله حمد امان، مشكله نواف الخالدي، انقطاع عن التدريبات، كل هذه الامور اصابات كل هذه الامور يعني جانب اخر عشان نكون منصفين. اذا انت اذا ما وفرت البيئه السليمه ان راشد بديح ينافس، ايضا لا تطلب منه خسر. أنا أقول راشد زين ما يخسر، لكن طموح مجلس الإدارة مثلا مدرب شايفين وجهة نظرهم فنية أن المدرب ما يستطيع. طيب بنياك كان متاح يعني في فترة الصيف يعني قبل لا يبدأ الموسم، ليش ما أخذ بنياك؟ لا هو اللي حصل هذه المشكلة اللي صارت مع بنياك العربي، العربي فسخ عقده مع بداية الموسم بنياك، لذلك بعد ما وقع وجددوا راشد ديه بعد ما جددوا شو اسمه القادسية راشد ديه والكويت جد الحمد إبراهيم والسالمية جابوا مدرب وكاظم جد مع مدربهم كل الأندية جابت مدرب فسخوا عقد العربي. من خلال تغريداتك امس يعني سطام انت مع بقاء راشد بديح؟ شوف انا ما ما اتكلم، انا اتكلم ان راشد بديح كره القدم ارقام، البيئه اللي فيها القادسيه الان من مشاكل اداريه وعدم وجود ما يتحملها الكادر الفني، ما يتحملها الفني فقط، يتحملها الجانب الاداري، لكن ايضا نرد ونقول ان ايضا القادسيه عندها افضل فنيا. يعني يمكن انا من بدايه اقول القادسيه يحتاج مدرب اجنبي، لكن خلينا نتكلم بصراحه الان احنا موقفين، هل القادسيه لديها مشاركات خارجيه؟ لا. في هذا المستوى القادسيه في هذا اللاعبين في هذا المحترفين مع راشد بديح قادر ينافس هو الان، لذلك يعني يبقى وجهه نظر مجلس اداره القادسيه انت شنو تبي؟ بالضبط. ما عندك مشاركات خارجيه الان، لكن انا مع القادسيه ان مدرب القادسيه يحتاج مدرب اجنبي يعرف امكانياته، اذا خاصه انه بينافس الان الوضع تغير على القادسيه. القادسيه قبل خصمه واحد الكويت بصراحه، الباقي قادر تفوق عليه في كل المباريات، الان السالميه دش طرف، الكويت قوي عربي. العربي تحسن بشكل كبير وكان العام منافس قوي، كاظمه مو من الفريق اللي تفوز عليه، الجهره قاعد يقدم مستويات ولا اروع صراحه، يعني كان قادر يفوز على الكويت قبل امس، لذلك انا اقول كل هذه الامور. لذلك الجهره تقيم. عندهم استياء كبير على اداء حكم مبارياتهم قدام الكويت، شنو رايك؟ طالما تطرق للجهره. والله شوف الجهره كان استياءهم بعد مدرب حكم السالميه انه تسلل، مع ان اغلب الاخوان قالوا انه مش تسلل. مباراه الكويت يمكن ضاف وقت دقائق، الكويت جاب الهدف في الدقيقه 95. الحكم رفع 4 دقائق، لكن خلينا نتكلم بنص القانون. انا دائما يمكن حتى في احدى اللقاءات قلت له مشكله انه لازم نعرف القانون عشان ما نثير الشارع الرياضي. قانون يعطي الحكم اذا رفع 4 دقائق
مش معناها ان 4 دقائق لازم يصفر، لا المينيمم 4 دقائق، اقل وقت يحسب 4 دقائق unless 4 دقائق. لذلك اذا راح فوق ما عنده مشكله، هي تقييم له. ضربه الجزاء الامانه يعني مشكوك بامرها، لكن اقول مش ضربه جزاء اللي تكلم عنها مدير الفريق يوسف كريم، الاخ يوسف كريم. لذلك انا اقول ان علي محمود كان جيد في اداره المباراه. ممكن احتجاجهم جهله مباراتين ورا بعض وتخسر منهم، ينظرون لها انها ظلم تحكيمي، لهم حق انهم يحتجون. اذا انت شفت نفسك، وانا ضد التصريح اللي نزل عندنا اليوم بالسياسه ان ما راح نشتكي، بالعكس لك حق اشتكي. نعم. طيب نروح حق مباراه يعني الجماهيريه في هذه الجوله ما بين العربي والقادسيه. رايك اول شيء الفني في هذا اللقاء، ومن ثم نعرج شوي على تصريح عبد الله الحقان بعد. شوف المباراة طبعا حلوة والله بصراحة، امتعنا فيها يعني. من زمان ما شفنا هذا الديربي بين الكويت شو اسمه العربي والقادسية، انتهت 2-2. خاصة ان العربي عائد بقوة الفترة الماضية، العام الماضي كان قريب انه يتوج باللقب. القادسية بعد هالمشاكل والاصابات واللي صاير فيه ابتعاد، يعني خلينا نتكلم ترى القادسية بدل ثوبه، نقول ابتعاد محترفين كاملين، نواف الخالدي، مساعد ندى وحسين فاضل للاحتراف، اصابة بدر مطوع، عدم وجود سيف الحشان. انت تتكلم 7 أو 8 لاعبين كانوا يقودون القادسية العام الماضي مش موجودين السنة هذه، أول 6. لذلك مباراة تنتهي 2-2 وأهداف في راس صلاح الخطيب اللي فاجأ الجميع بمستواه. ممكن أنا بعد عتبت على راشد ديح في النقطة هذه. قبل اللقاء كان له تصريح راشد ديح، قال حنا نعرف خطورة فراس الخطيب داخل ال 18. هو الكل يعرف خطورة فراس الخطيب. إذا تعرف خطورته أمسكه وقفه سوله شيء، لاعب خلط طال عام يسكر عليه. لذلك الأهداف اللي سجلها كانت روعة. أيضا تقدم القادسية وأهداف القادسية عطت حماس، يعني يحسب القادسية أن تقدم مرتين، لكن أيضا عاد العربي وكان ممكن يفوز مباراة عربي. في آخر دقيقة شفنا انفراد لمشاري الكندري، يعني مباراة فنيا نقول جيدة صراحة. جماهيريا كانت ممتعة، أحداثها كانت ممتعة، يعني ديربي شوي كان في تنافس شيق صراحة. طيب نعرج على تصريح الحقان بخصوص سلمو وأحمد إبراهيم مدافع العربي. شوف هذا أخطأ وهذا أخطأ، لجنة انضباط اللي حسب المعلومات اللي عندي يعني ما راح تطوف لهم اثنين الحركة، لكن التبرير أنا أتوقع أنه مو موفق الحقان في هذا الخطأ. لازم نكون أنك ما تبرر خطأ في خطأ ولا تصلح الخطأ في خطأ، عرفت؟ ربما يمكن بعض المدراء الفرق ردة فعل بسلوك غير أخلاقي مش ردة فعل. نعم، وبعض يعني بعض الأحيان أنا ما أبرر على الحقان، لكن بعض الأحيان يريد يعني رفع الضغط على اللاعبين. لا، لكن يبقى محترف، هذا يجب ان يتعامل ايضا داخل الملعب المحترف، مو بس المحترف ما اخذ رواتب. عاد هذه مشكله ثانيه. انا اقول لك ان مشكله القاسية مش فنيه بس، نعم. مشكله اداريه، لكن يبقى محترف. محترف مو مطلوب منه بس يلعب كره قدم ومهارات، مطلوب منه ايضا التعامل يكون تعامل محترف. في الحاله في عقوب على اللاعبين، هي اكيد الانضباط لها حق تاخذ شريط المباراه. نعم. من دون حتى شكوى، الناس ترى حسبان انه لازم القادسية او العربي يشتكي. نعم. الان في اللائحه الجديده الانضباط لها حق تاخذ شريط المباراه وتشوف وتفرض عقوبه على اللاعبين اثنين، مثل ما فرضت على القحطاني. نعم. 6 مباريات او نص موسم. نعم. قصدي. نعم. نفس الدوري الانجليزي. نفس الدوري الانجليزي. نعم. وهذا شيء جيد يعني تحفظ حقوق اللاعبين، حتى بالنسبه للتدخلات العنيفه اذا الحكم ما شاهدها او شيء ممكن لجنه الانضباط او يعني توضع بعض العقوبات على الاقل الرادع في لجنه الانضباط. للامانه الموسم الماضي حتى يمكن اخذت نقد احنا منه قوي. نعم. فرضت عقوبات وعقوبات اشتغلت، لكن ترى صار في ضبط بالدوري. نعم. صار في يعني انضباط. طلعت فلوس يعني. ايوه طلعت فلوس. طلعت فلوس. كدت شوي. طيب ننتقل الى يعني ازرق ناشئين السله ونتائج قد تكون سلبيه او مخيبه للامال. والله شوف السله آسي في تطور، احنا واقفين. خلينا نتكلم بصراحه. آسي تشوف ما شاء الله معدل اطوال في اللاعبين السله ارتفع، خاصة بالناشئين أشبال ولا منتخب أول. دوريات قوية، تكلم أنت الفلبين ما تفوز عليها، الفلبين دوري محترفين يلعب مع كبار الدول. تكلم مثلا موجودين الصين ما شاء الله يلعبون بالNBA الحين هم اللاعبين، ما تكلم الناشئين. المشكلة أن آسيا قاعد تطور. طيب شو الحلول يكون حق فريق السلة عندنا؟ والله شوفي حلول يعني الآن في الوضع اللي احنا فيه صعبة بصراحة، يعني الحلول صعبة إلا اهتمام المدارس، اهتمام الأندية، معسكرات خارجية، معسكرات خارجية أكثر. مشاركة في البطولات، تنظيم بطولات، احنا نحتاج ننظم بعد بطولات. أينا. خاصة في المراحل السنية، لأن أنت تتكلمين لاعبين الأشبال أو الناشئين أو الشباب طول السنة عنده دراسة. أينا. راح يبقى فترة الصيف، فترة الصيف هذه الغالبية أولياء الأمور يرفض أن ولدي يروح معسكر. هذه موجودة، كنت تسأل مدير منتخب يقول لك السالفة هذه. أينا. يقولك أنا بسافر مع ولدي أو يسافر. شو الحل؟ الحل نستضيف بطولات عندنا. لو تلاحظ قطر، الإمارات، الصين يصير جادحه في الاتحادات يبون يستضيفون بطولات الناشئين. بطولات الناشئين تريحت، عندك يداومون يردون يلعبون يعني الى اخره من الامور هذه، او تاخذين مثلا بالبريك اللي هو العطل الربيع.
لكن بصراحة يعني السلة والطائرة يعني في جاب بينه وبين آسيا كبير، يعني الناس راحت تطورت وحنا إلى الآن نعتمد أن يطلع لنا لاعب زي بنادي الساحل، لاعب زي بنادي القادسية ونشكل فريق. هذه الأمور ما توكل عيش ونيب على الشطي على المباراة. على الشطي على المباراة. مسي على صبح عليه بالخير. نروح حق أكيد شاهدت متابعة نهائي أو الجزء الأول من نهائي بطولة آسيا دوري أبطال آسيا ما بين الأهلي وغوانزو. رأيك في المباراة سطام، خاصة الأهلي لم يظهر المستوى المطلوب نهائيا. شوف الأهلي تحفظ أمس بصراحة، ويحسب لمدرب كوزمن أنه تحفظ، لأن أولا ما نستهم في قوة كوانزو، ممكن شفنا لاعب طرد يمكن دقيقة 83 أيضا الأهلي تأثر آخر ربع ساعة بدنيا متأثر يعني حتى بدنيا، لكن هو تحفظ. وأنا وجهة نظري فنيا أنه كسب يعني ثقة اللاعبين، أن كوانزو بهذا الضغط رابينيو احتياط، تكلم رابينيو احتياط سبع محترفين فريق مدعوم بشكل قوي استطاع أن يفوز، مرشح قوي نسبة 70% على الأهلي الإماراتي، بس أنت بالنهاية تلعب على أرضه في الشوط الثاني. لذلك كوزمان لعب بتحفظ، السبب بسيط، أنسى أن الأهلي الإماراتي سبع لاعبين دوليين أربع محترفين، يعني عنده عدد كبير من النجوم، أحمد خليل، إسماعيل حمادي، عبد العزيز صنقور، عدد كبير من اللاعبين يعني على مستوى منتخب الإماراتي، لكن هو كان هدف أنه ما يدخل عليه هدف في الإمارات. كوزمان ذكي ترى، وطريقة لعبه تحفظ دفاع مع الأهلي السعودي كان قليل يسجل بس ما يدش مرمى، لذلك ممكن وداها مباراة هناك يلعب على التعادل، هناك تعادل 1-1 تاخذ البطولة، 2-2 تاخذ البطولة، يلعب على المرتدة. لذلك أنا أقول ممكن كوزمان كسب الجولة في خبرته إذا توفق هناك. على العموم نتمنى التوفيق لإخواننا في أهلي دبي، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يعني يتفقون ونشوف الكأس على العلق الخليجي. والله إن شاء الله، والله عدهم يستاهلون صراحة، فريق متعوب عليه، فريق تم دعمه من 2011، ممكن ترى يحسب لرئيس النادي، خلينا نتكلم بس إداريا. تفضل. رئيس النادي عبد الله النابودة طلع 2011 قال أنا طموحي دوري أبطال آسيا، وبالتالي أخذ خطوة من 2011 إلى 2015، هذا رئيس النادي اللي يعني على قولتك واحد ما تقدر تنتقده. صحيح. قال أنا طموحي خلال أربع سنوات خمس سنوات أوصل نهائي وأخذ بطولة دوري أبطال آسيا. الآن هو وصل دوري أبطال آسيا. إن شاء الله يعني بالنهاية يكون يعني هذا الحلم والطموح موجود في عند إخواننا في دبي. نشكرك سطام سهلي على وجودك معنا، وإن شاء الله نشوفك في ضحاوي أخرى بإذن الله. إن شاء الله. السلام عليكم. مشاهدينا ننتقل إلى أولى فقراتنا، فقرة التمارين الرياضية والكابتن سبعان السبعان، ومن ثم نعود. صباحكم الله بالخير مشاهدينا في برنامج الضحى العود في فقراتكم الرياضية. راح اقدمكم تمرين اليوم اللي هو عباره عن تمرينين، اللي هو يخص منطقه الايد نفسها، طبعا راح يكون حق العضله الخارجيه حق الايد والعضله الداخليه نفسها اللي هي عضله الباي وعضله التراي. طبعا المنطقتين هذه يتكون فيهم الدهون، سواء المشي او الرياضات الثانيه تحرق لك الدهون، بس المنطقه هذه لازم انك تحرك العضله اكثر او انك تؤدي تمرين على اساس يحرق لك اياها. طبعا يعانون منه اللي هو الرجال والنساء نفسهم. راح اقدم لكم التمرين الاول، راح اخذ دامبلز بالطريقه هذه. شوف لاحظ معي انا اخذت واحده على اساس اشرح لكم اثناء تقديم التمرين نفسه. تاخذ الطريقه هذه بالكامل، من بعدها تنزل ايدك. طبعا لما تنزل ايدك بالكامل ياخذ لك العضله من تحت الى الاعلى نفسها. شوف لاحظ معي، ولاحظ طبعا اخلي الايد تكون ثابتة عند الجسم، ما أجيبها إلى الأمام على أساس تستفيد من التمرين أكثر. الحين راح أخذ طبعاً الدامبلز الثاني على أساس أبين لكم إياه أكثر. شوف اللي هو بالنسبة حق الإيد راح أثبتهم جنب الجسم نفسه، من بعدها أرفع بالكامل. طبعاً هذا التمرين الأول راح يأخذ لك اللي هي العضلة الأمامية حق الإيد أو اللي هي عضلة الباي نفسها. بالنسبة حق التمرين الثاني راح أخذه بالطريقة هذه، أثبت إيدي خلف رأسي، من بعدها أرفعها بالكامل. شوف لاحظ معاي راح تحرك معاي العضلة الخلفية حق الإيد نفسها. راح أخذ لكم طبعا اللي هي الإيد الثانية من الزاوية الثانية على أساس تبين معاكم أكثر. شوف لاحظ معي من الزاوية هذه راح أثبتها أكثر أو تبين معاكم أكثر، وتكون إيدي ثابتة طبعا خلف الرأس،
ما أجيبها إلى الأمام بالطريقة هذه، لا ثابتة، أثبت إيدي الثانية من بعدها أرفع بالكامل. طبعا تكرار التمرين هذا يحرق لك الدهون المتراكمة بالمنطقة هذه. شوف لاحظ ان ايدي ثابتة، ايضا الكوع طبعا احاول اني ما احركه، يعني ما احرك ايدي بهالطريقة، لا الايد ثابتة من بعدها ارفعها بالكامل. تسكر ايدك، تفتح الايد بالكامل على اساس التحرك معاك اللي هي منطقة التراي نفسها. طبعا في هالتمرينين اكون حركت العضله الاماميه والخارجيه حق الايد نفسها، ونفس ما قلت لكم تكرار التمرين راح يخليك تحرق الدهون المتراكمه بالمنطقه هذه وشدك اياها اكثر. هذا كان تمريننا حق اليوم، تابعونا بحلقات مقبله بتمارين جديده. فكرة وزارة الدولة لشؤون الشباب لأجل تمكين الشباب واستثمار قدراتهم اللي راح تعود بالنفع والرقي للوطن، صدر مرسوم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه بإنشاء وزارة الدولة لشؤون الشباب في يناير 2013 لإعطاء الشباب كافة أشكال الدعم والمساندة من خلال الرعاية الشبابية تحت شعار شباب متمسك ومرتقي بالقيم الوطنية، مبدع وشريك في التنمية المستدامة. اختصاصات الوزارة: تسعى وزارة الدولة لشؤون الشباب إلى تنفيذ التوصيات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واللي بدورها تحقق النهضة والتنمية لشبابنا بدولة الكويت، وتعمل على تنفيذ المهام والأدوار والأهداف الأساسية لها، وهذا يتمثل في نطاق المجالات والاختصاصات التالية: مجال التطوع الوطني للشباب، مجال تعزيز مشاركة الشباب على المستوى الوطني، مجال البحث في تعزيز مفهوم رعاية وتنمية وتمكين الشباب، مجال التخطيط الاستراتيجي المؤسسي لتنمية وتمكين ورعاية الشباب، مجال الريادة الشبابية، مجال الإبداع والتميز الشبابي. إنجازات: من إنجازات وزارة الدولة لشؤون الشباب اللي حققتها خلال فترة قصيرة ما تتجاوز العام، إطلاق حملة مبادرتنا لدعم المبادرات الشبابية، تسهيل طريقة تقديم المبادرات الشبابية عن طريق الموقع الإلكتروني، تم دعم أكثر من 150 مبادرة شبابية في عدة مجالات وأفكار متنوعة مقدمة من الشباب الكويتي، انضمام دولة الكويت لمنظمة GEM واللي تعد واحدة من أفضل المنظمات العالمية في إعداد التقارير الشاملة عن رواد الأعمال، إطلاق مسابقة نبقى للفن المرئي والمسموع واللي شارك فيها أكثر من 300 شاب وشابة، إطلاق حملة جود الرمضانية لتوزيع وجبات إفطار واللي تطوع فيها أكثر من 380 متطوع كويتي بالتعاون مع مشروع معاً التطوعي إنشاء برنامج مراكزنا واللي شارك فيه أكثر من 757 شاب وشابة واللي اشتمل على أنشطة لجميع محافظات الكويت بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة، إطلاق برنامج مباراتنا اللي يضم 103 ملاعب على مستوى جميع المحافظات واستفاد منه أكثر من مليون شخص خلال عام واحد، إطلاق حملة لحظة واللي تهدف إلى الحد من الظواهر السلبية بكل أنواعها بين الشباب في المجتمع الكويتي، إطلاق برنامج ريادة لإعداد المدربين والقيادات الشابة اللي تم فيه تخريج 20 مدرب. تطلعاتنا: احتضان رؤى وأفكار وطموحات الشباب تنفيذاً للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، لأنهم قادة المستقبل ومعاهم نبني ونشيد كويت الغد عشان يكون للوطن المكانة الكبيرة. تطور ملحوظ يشهد السفير في ألعاب القوة، وهذا أكيد يا نتيجة عمل دؤوب يقوم فيه الأخوان في نادي كاظمة في هذه الألعاب، ويسرنا أن نضيف رئيس هيئة تدريب ألعاب القوة السيد علي نايف الهاجري. حياك الله ويانا كابتن، وإحنا يعني نرحب فيك في برنامج تضح العود. الله يحييك ويسلمك ويعطيكم العافية، صباحكم الله بالخير العموم إن شاء الله. أيضا نصبح بالخير على الكابتن فهد الصالح نائب رئيس هيئة تدريب العاب قوة ايضا في نادي كاظم واحد ابطالنا القدامى. حياك الله كابتن يانا. الله يحييك، صغرك شويه اليوم يا خالد. الله يسلمك. الله يحييك يا ابو يوسف، واشكركم على هذا اللقاء، وصبح على الساده المشاهدين وعلى اخواننا ان شاء الله.
اولا طبعا نبتدي بكابتن علي. كابتن يا ريت تحدثنا عن هذه الرياضه بالاخص في نادي كاظمه. العاب القوه تعتبر طبعا لعبه فرديه وهي تعتبر ام الالعاب بالنسبه للتصنيف العالمي احنا نقولها. بالنسبه لنادي كاظمه طبعا عندنا لاعبين ابطال مميزين، طبعا لعبه شامله تقريبا 22 لعبه فرديه بالنسبه للكبار، بالنسبه للصغار على حسب 16 لعبة 15 لعبة. طبعا تتكون من خمس فئات، فئة البراعم اللي هم الصغار القاعدة، وفئة الأشبال، وفئة الناشئين، وفئة الشباب، وفئة العمومي. نادي كاظمة يشارك حاليا بأربع فئات رسمية، واللي هي فئة البراعم والأشبال والناشئين والعمومي. طبعا الأربع فئات ينافسهم على المركز الأول، واتمنى توفيق من رب العالمين ان شاء الله. طبعا على اساس توصل لهالمرحله او يتطور فيها النادي تحتاج عمل دؤوب وعمل كبير. شنو الادوار اللي قمتوا فيها كابتن فهد، وايضا يعني اذا في صعوبات واجهتكم في بدايه عملكم؟ طبعا يوسف من ناحيه الصعوبات، طبعا احنا كل موسم تواجهنا صعوبات. نعم. مو ما تواجهنا، تواجهنا صعوبات. نعم. بس انا اقول لك من ناحيه العمل، احنا دائما كل موسم بدايه الموسم نقعد مع الكابتن علي وكابتن مسي صبح عليه بالخير، كابتن يعقوب البنا مدير الفني، فنقعد اجتماع اساس بدايه الموسم شلون نقدر نشتغل طوال الموسم. نعم. اذا تحطون خطه في بدايه خطه عمل مع اصطافنا المدربين. نعم. على اساس انه طول الموسم احنا نشتغل عليها بالبحث عن اللاعبين المميزين. وطبعا اغنيك يعني ان نطلع للمدارس، حتى المجمعات نطلع نفطر ندور لاعبين، كل مكان فيه يتواجدون فيه اللاعبين احنا نطلع. عندكم منجب انتم الفيحة والروضة. لازم هي. نعم. اللعبة تتطلب انك انت تبحث عن اللعبة. هي اللعبة أكيد. شوية يعني. نعم. هي ام الالعاب. أكيد. صحيح انها متعبة بس بنفس الوقت ممتعة. نعم. يعني انا كنت لاعب منتخب، قعدت يعني العب منتخب 17 سنة من كنت انا صغير وانا العب اللعبة هذه. نعم. فممتعة، تحطك التحدي مع نفسك. نعم. انك انت تنافس ابطال وتنافس نفسك وتنافس حتى على مستوى اسوي وعلى خليجي وعلى عربي. طيب شلون كابتن فهد يتم اكتشاف اللاعب خاصة حديث السن؟ طبعا احنا ابو يوسف اول شيء نبحث عن اللاعب الصغير. طبعا احنا كمدربين دائما يعني نظرة اللاعب لنا. نعم. اول شيء نطالع الطول. زين، طول اللاعب. نعم. كسنه وطويل ممكن انه يعني اي في 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 صفات معينه. ونجربه بالسرعه، نجربه بالرمي، نجربه بالوزن. فعلى ضوء هذا احنا وين تكتشفهم؟ مدارس. والله مدارس اهم شيء، هي المنبع وهي المنجم كمان. اكيد. طيب كم كابتن علي، نروح حق 17 لعبه بالتالي تحتاج ميزانيه. نعم. هل الميزانيه كافيه؟ لا طبعا الميزانيه مو كافيه. نعم. انت بتقارنها على مستوى نادي كاظمه. نادي كاظمه يشارك رسمي في 17 لعبه. نعم. سواء جماعيه او فرديه. احنا نتكلم، خلينا نتكلم عن العاب القوه. العاب القوه طبعا مثل ما قلت لك انا عندنا خمس فئات رسميه، وما يقل عدد لاعبين المسجلين عندي بالنادي 200 لاعب ما شاء الله. المميزين تقريبا 160 170 لاعب، لاعبين مميزين. ما خلي ابطال 80 85% تقريبا. ما شاء الله. لا هو سكور ككامل 300 لاعب سجلوا، 300 يطول. لكن احنا مسجلين عندي المميزين 200 لاعب. نعم. طبعا هذا اللي بعد اكتشافهم وصقل موهبتهم والامور هذه. ف النادي طبعا مو مقصر الامانه، لكن ما يلحق. ف 17 لعبه صعب. فالرك هني والمشكله هني، يعني خلينا نكون بصراحه على الهيئه، انا احط يعني من خلال برنامجكم هذا اشكركم. نعم. صراحه انكم وضحتونا صوره، نحط ودنا نتكلم ونشرح الامور، نطالب الهيئه بزياده الدعم المادي الميزانيات للانديه. الميزانيه. نعم. ميزانيه الانديه طبعا 500,000 حق الانديه السنويه. لو بتقارنها، لو بتقسم 500 على 17 لعبه، بالنسبه لنا احنا كالعاب قوه عندنا اصطافنا 20 مدرب ان شاء الله. ليش طبعا لعبه، كل لعبه لها اكيد لعب. اكيد. نعم. هذا بالنسبه لنا كالعاب قوه، فما بالك اللعبات الثانيه. فالنادي طبعا مو مقصر الامانه، لكن احنا محتاجين دعم اكثر. طيب كابتن علي، ليش فئه الشباب اقل يعني حضورا في كاظمه؟ عندكم ما شاء الله البراعم الاشبال عمومي شيء مميز. انا اقول لك فئه الشباب معظمهم اللي هم سن ال 20 سنه 19 ل 20 سنه. نعم. اغلب اللاعبين يكون توهم متخرج من ثانويه، اللي بيسافر برا يكمل دراسته، فعندهم بعثات عندهم دراسات. هذه يتعان فيها اغلب الانديه يعني. اغلب الانديه. فلاعب يحدد اربع سنين يعني تاسيس. لاعب يحدد مستقبله هني، فخلاص يعني
بعد فتره ممكن يرجع لك يكمل بعد ما خلص دراسته او كذي. نعم. بس دائما احنا تركيزنا كله على القاعده اللي هي الاساس. نعم. طيب كابتن فهد، الاشبال حققتوا المراكز الاولى، صدى هذا يعني عليكم على النادي على يعني اللاعبينكم؟ طبعا هذه البطوله العام كانت احنا كنا بصراع من اول يوم البطوله، كانت اربعه ايام. فكان صراع يعني بالبطوله، يعني كنا احنا ثلاث انديه نتنافس على المركز الاول، ولا اخر يوم ما حد عارف من الاول. نعم، اللي هما كاظمة، كاظمة القادسية، نعم، والكويت. والكويت فلآخر يوم ما حد منا عارف انه يطلع الاول، يا احنا ندش يا القادسية يا العربية، يعني نطلع برا. فكان عندنا لعبة المركبة، عندنا ثلاث لاعبين هم المميزين عندنا لآخر سباق. بعد لآخر سباق يعني هو كان آخر سباق هو اللي حسم البطولة. فطبعا يعني صادق لنا احنا كهذا، احنا هذا الفريق اساسا احنا مؤسسينه من قبل تقريبا ثلاث سنين، من هو براعم احنا يعني دربناهم واسسناهم. فطبعا يعني لنا بالنسبه لنا احنا يعني فرحه كانت. نعم. وبنفس الوقت ما كنا متوقعين، لان منافسه قويه صراحه بين الانديه. نعم. يعني هل يعني لقيتوا صدى وتجاوب خاصه من الاهالي؟ طبعا الاهالي، طبعا الاهالي موجودين يانا في الملعب. نعم. يعني ولا امور يجون يشجعون عيالهم، وهذا يعني هذا اللي احنا يحببنا باللعبه، لان في اولياء امور يعني يساعدون يانا كتمرين كبطولات، يدق يتصل علي كابتن. نعم. شلون ولدي. نعم. اليوم بالتدريب. نعم. عطى ولا ما عطى؟ فهذا هو الشيء اللي احنا قاعد يخلينا نرتاح لما ندرب النوعيه هذه من اللاعبين. نعم. ماذا عن المعسكرات الخارجيه؟ اكيد التحضيرات في بدايه الموسم اساس تقوي وتنمي بعض القدرات الخاصه للاعبين، خاصه المواهب كما تفضل تحتاج الى معسكرات خارجيه متخصصه. طبعا انا بس عفوا قبل المعسكرات برجع لموضوع الكاس الاشبال. طبعا نادي كاظمة احنا حققنا كل فئات كاس البراعم، كاس عامه، حققنا الاشبال كاس عامه، وحققنا ايضا العمومي فئه الرجال الدرجه الاولى، ايضا بطوله الكاس. نعم. فهذه خلال ثلاث سنوات الماضيه يعني. نعم. بالنسبه للمعسكرات مطلوب معسكرات، العاب قوه لازم معسكر ضروري، خصوصا عندنا بطولات مهمه اللي في شهر بعد عطله الربيع شهر 2 و3 و4 تبدا بطولات كاس تفوق. فمعظم الانديه هنا يستعدون يجهزون لاعبينهم خلال الفتره هذه، اللي هو طبعا بدايه شهر من الصيف يستعدون اكتشاف اللاعبين. نعم. بعدين تدريب لهم وتطويرهم لغايه عطله الربيع، المفروض هنا يكون عندنا معسكر. طبعا احنا قبل كنا نروح معسكرات، لكن الوضع الحالي ما يسمح، ما تقدر تاخذ تقريبا 70 لاعب مميز او 80 لاعب اللي هم يشاركون كمركز اول في الخمس فئات. شنو تسوي انتم كاداره؟ شو تسوون خاصه في فتره الصيف؟ والله احنا شوف يعني الفتره اللي تقدر تاخذ فيها اللاعبين، احنا نطالب معسكر. اذا نادي الامانه يكون في ميزانيه يوفر لي معسكر نروح معسكر. طبعا دول الخليج يكون جو، يكون احنا محتاجين جو يكون دافي، ما يكون تجميع بس هو المعسكر. ايه؟ الالفه منه تجمع اللاعبين. نعم. تجمع اللاعبين لان هي 10 ايام. فتحتاج انه تغذيه، ينام، يتمرن صبح عصر. فان تدري عطله الربيع اكثر اللاعبين يروحون بر ما بر. فتفقدها لانك انت وراك بطولات مهمه. نعم. طيب جنسيات المدربين واختلاف المدارس كما نقول خاصة في هذا المجال، هل تتعاملون مع يعني مدارس مختلفة أم هناك جنسية محددة؟ أنا أقول لك شغلة واحدة، إحنا الحمد لله لله الحمد يعني. نعم. فضل من الله وجهود كابتن علي وجهود كابتن يعقوب البنا، إحنا عندنا من أفضل مدربين بالكويت صراحة. زين. عندنا من أفضل المدربين وطنيين. حلو. فيهم اللي مثل منتخب، فيهم اللي اذا الكادر وطني، خلينا نقول بنسبه كبيره. اي كادر وطني. عندنا مدربين اجانب اربعه ومن اكفأ المدربين. اثنين مدربين يعني كانوا منتخب الاردن. حاليا معانا اليوم كابتن حسين وكابتن معتصم، هذول مدربين منتخب في الاردن. وعندنا اثنين من جمهوريه مصر، والحمد لله يعني صار لنا اربع سنين يعني كعمل كفريق كمدربين مع بعض، الحمد لله متوافقين. طيب شلون يعني تميز المميز؟ انت تقول عندنا ما شاء الله كم هائل وعدد لا باس فيه من اللاعبين الجيدين، وبالتالي اكيد هناك يعني مواهب مميزه جدا ولازم اهتم فيهم بشكل خاص. طبعا شوف العاب القوه لعبه فرديه محتاجه خامه، احنا ندور الخامه لها مواصفات معينه. احنا مثل ما قلنا نبحث على المدارس او في كل مكان ندور اللاعب المميز. نعم. طبعا الصغار المميز هذا يكون مثل ما شاء الله في مواصفات كامله كالعاب القوه، في مثل انه يكون ريوله طوال او الجذع او الجسم على حسب الرمي او حصلت لاعب مميز. حصلت لاعب مميز. انت تتكلم عن مجموعه كبيره. ايه؟ من الاعداد. انا اتكلم عن المميز اللي هو السبيشال الخاص. السبيشال شلون تهتم فيه انت كنادي؟ هذا رعايه خاصه صراحه. نعم. ايه
احنا كل لاعبيننا مو مقصرين معهم، لكن لما طبعا اللاعبين في متفاوت في مستواهم الاول في السابع وفي الثالث. هل هناك دعم مادي خاص؟ هل هناك مثلا في دعم في متابعه التحصيل الدراسي خاصه للصغار السن؟ يعني النادي مشكور مو مقصر طبعا، معظم الاولاد صغار ومراحل السنيه معظمهم كن طلاب يدرسون، فنساعدهم بالدعم بالتقويه ما تقويه بالنسبه للدروس. طبعا الحوافز نعطيهم، نوفر لهم الباصات من والى البيت والنادي، حتى المدارس نروح نسال عنهم يعني، حتى متابعتهم المدارس بالنسبه للاعب. طيب كابتن فهد، انت ايضا من يعني لعبت هذه اللعبه مارست فيها بشكل كبير، ماذا عن الطاقم الطبي واصابات هذه اللعبه؟ انا والله شوف، انا كنت لاعب منتخب، يعني مثلت منتخب 18 سنه، كنت بطل الخليج وبطل آسيا وبطل العرب في الوثب العالي والطويل. نعم. عانيت من إصابات وكانت توقفني الإصابات، وسبب يعني سبب آخر بطولة يعني كنت أنا يعني متحمس إني أحطم أرقام، سبب حاشتني إصابة. نعم. طبعًا إحنا هني بالنسبة لألعاب القوة نفتقد الشغلة يعني مثل ما تقول الطاقم الطبي الخاص لنا صراحةً، يعني أنا أقول لك أنا كمجرب يعني. نفتقد ان يكون طاقم خاص، يعني نفس ما يكون حق فريق القدم طاقم خاص معاهم. نعم. مختص وياك انت، عارف هو شنو الاصابه اللي نوعية فيه الاصابه. أيوة. نعم. فاحنا نفتقد هالشغله هذه هنا بالكويت، يعني احنا اوكي النادي وما يعني حتى لو تروح تعالج باي مكان ما حد راح يقصر معاك. نعم. بس اصابه عن اصابه تفرق اكيد. اي يعني في اصابات ما تعرف لها علاج هنا، يعني اضطر انك تطلع برا. طيب نروح حق نسلط الضوء على ابرز اللاعب، منو ابرز اللاعبين ومن خلالهم يعني تفوق هذا وصل يعني كاس التفوق المرتبه الثالثه في الفتره الاخيره؟ ابرز اللاعبين والله ما اقدر اذكرهم وايد صراحه، بس عندنا ابطال على مستوى نسوي مستوى الدوله بالنهايه. نعم. مستوى اسيا وخليج. نعم. عندنا بتدي لك من العمومي، عندنا عزيز المنديل بطل الخليج وبطل اسيا وبطل العرب وشارك بطولات العالم. طبعا عزيز المنديل هذا من اكتشافي انا، يمكن لاعب صغير يمكن مصنف عالميا بعد. فعندنا مشاري سرور بطل ايضا بطل اسيا بطل الخليج، عندنا عبد الله العميري بطل العرب والخليج في الرمح. نعم. عثمان رباح بطل الوثب العالي، عيسى ابو هادي بطل الوثب الطويل، محمد عبد الكريم الجوهر بطل المطرقه، فيصل البيده بطل المشي. هذا بالنسبه للعمومي. نعم. بالنسبه للناشئين عندنا احمد طوخي بطل الوثب الثلاثي، عندنا محمد طلال درويش، نواف ملا، عبد الله الياقوت، عمر العقيل، عبد الرحمن المزين، محمد علي نايف. محمد علي نايف ولد الكابتن علي البطل هذا. هذه دعايه بس مخليه بالاخير. لا لا احنا ما ندري على ترتيب اللاعبين. لا بالترتيب انا حاطه. نعم الله يحفظهم ان شاء الله. طيب هذه الاسامي وهذا الكم من الاسماء يحتاج رعايه خاصه، يمكن ما في كادر طبي متخصص، لكن ماذا عن المدلكين؟ حتى بالنسبه حق عمليه المساج قبل اللعب والشد وعمليه الاسترتشات، اعتقد يعني نادي مثل كامل اكيد في يعني في هو في. نعم. انا اقول لك شغله، احنا اللاعب مو اي لاعب يخليه يتمسج او يتدلك الا اللي متعود يعني قبل البطوله. فتره الاعداد العام يتطلب ان اللاعب يتدلك، اعداد العام يكون بالصيف مدتها 3 اشهر قبل المسابقات، بس في بعض اللاعبين يحتاج انه يتدلك قبل البطوله باسبوع، موجود عندنا في النادي يتدلك. نعم. ما عندنا اي مشكله يعني. فاللاعبين الصغار ما نعودهم على الشغله هذه، لان هذه دائما ترخي العضله. فما بالك لما يكون عضلته راخيه يلعب مثلا سبرنت ولا شيء بنفس اليوم، فممكن يتمزق اللاعب. فاحنا دائما يعني على قولتهم على التعود. طيب في اقبال على هذه اللعبه مو بس بكاظمه، في كل يعني الانديه حسب نظرتك وشوفتك؟ في اقبال للامانه، في اقبال وفي في حضور جيد وفي بطولات منافسات. يعني احنا نذكر في الماضي كانت تلقى صدى يعني كبير وفي متابعه حتى اعلاميه كبيره، الحين قلت المتابعه. أيه. يمكن حق هذه وايد. نعم. للامانه انا جايك بالكلام كل شيء مسجل يعني بالنوت. اي مسجل على اساس شنو؟ أيه. ما ابي انسى. في اقبال وفي حضور وفي لاعبين وفي منافسات قويه، لكن فعلا احنا ينقصنا الدعم. نعم. وبالذات يعني دعم الاعلام. طيب وين تلقى يعني انت تقيم مستوانا على مستوى الخليج والعرب؟ لا متاخرين للامانه. متاخرين؟ احنا متاخرين. نعم. بالنسبه للخليج بالسابق كنا احنا ملوك. لا لا ما زلنا بيوسف. في ابطال عندنا ابطال وفي عندنا خامات يعني، بس الدعم مو متوفر. اي بس انت يحتاج. لا انا كلاعب منتخب تجهيزه يمكن ياخذ يعني يمكن مو بس وقت، يحتاج ناس متخصصين سواء بالتغذيه سواء في التمارين. نعم. بس اما لاعب المنتخب بيوسف محتاج الدعم مو المادي، خلينا نكون واقعيين، الماده احنا ننظر لها ثاني شيء. انا محتاج اول شيء التفرغ ومحتاج المعسكرات. انا شلون ابني نفسي؟ الفلوس ما راح تبنيني اذا انا باخذ مثلا دعم فلوس. انا لا، انا لاعب منتخب، ابي اطلع معسكرات، ابي اطلع مشاركات، ابي تفرغ. هذا اللي ينقص اللاعب المنتخب.
اما تي اللاعبين الصغار لا يعني ما شاء الله عليهم نعطيهم ندعمهم بكل ما نملك والنادي ما يقصر ياهم. نعم تعرف يعني اللاعبين الصغار شويه يبي لهم. طيب شلون تم عمليه اختيار اللاعبين الجدد يعني والتركيز عليهم خاصه في بدايه كل موسم او قبل حتى بيه. احنا شوف بعد ما نجمع اللاعبين مثل فرط المدارس احنا نقول دائما فرط المدارس نفتر على المدارس كل الاستاف طبعا نفتر على المدارس نقي اللاعبين المميزين نجمعهم بالنادي ونسوي لهم سباقات بسيطه بحيث نكتشف قدراتهم. ايه؟ نعم نسوي لهم سباق 60 متر نجرب اللاعب بالسرعه سباق الوثب الطويل دفع الجله التحمل اللاعب دائما يكون فيه مهاره في امكانيه. نعم. لكن احنا دورنا كمدربين نطور هالامكانيات هذه ونعطيه مهاره نطور مهارته نعطيه تمارين خاصه في اللعبه مع خلال التمرين نطور مستواه. طبعا العاب قوه لازم يكون لاعب مميز احنا بدورنا نطور التمييز هذا من خلال التدريب. في لاعبين الامانه يعني ما يمشي عندي بالعاب قوه فنطلع احنا نوديه لعبه ثانيه بنادينا مثل السله او اليد او القدم اذا شفتهم منه يعني في قدرات اذا ايه في قدرات نودي لعبه ثانيه. طيب انت قلت لكابتن فهد انه يعني المعسكرات تكون اغلبها في دول الخليج في دوله معينه مميزه انا اعرف ان قطر مميزه في هالفتره الاخيره يعني طبعا هم اشوف دول الخليج بدأوا الحين يعني من فتره طويله ان يعني مثل ما تقول يبرزون بالالعاب هو قطر السعوديه حتى عمان الحين عندهم لاعبين مميزين الامارات يعني احنا كنا في السابق كدوله الكويت بطوله الخليج من نروح قالت كنا ناكل اليابس والخضر ما نخلي ذهبيه ما ناخذها نعم ليش احنا هوات هم ترى نظامهم هناك احتراف. نعم. زين هم ياخذون دعم يعني حتى انا اذكر انا بسنه 96 خذيت ذهبيه الوثب الطويل بالكويت كنت انافس بطل قطري وبطل قطري هذا مصنف ومعسكراته بامريكا يعني قال لي انت وين تعسكر؟ قلت له انا بالكويت. قال لي شلون تصيد لي بالبطوله؟ قلت له الحمد لله من الله توفقت. نعم طبعا احنا حب حب ثنيله حب هذا انا اقول لك. نعم. احنا اول شيء انا كلاعب منتخب شنو ولائي؟ نعم العلم للدوله. نعم العلم لما اصعد التتويج او ان اخذ لي ميداليه هذا عندي انا اخذت مليون دينار بالضبط ما تهمني الفلوس ولكن كنا نفتقد هالشغله هذه بالسابق وما زال على اساس يعني هم الواحد يعني انه يطور نفسه فبالتالي اكيد يحتاج دعم للمعسكرات خاصه على اساس يطور قدراته ويطور حتى بالنسبه حق المدربين نحن نعلم ان كل ما زادت يعني قوه البطوله او المنافسات تحتاج الى مدرب على مستوى عالي طبعاً. طبعا بالنسبه للمدربين الاتحاد الدولي الامانه يعني مشكور مسوي في مركز الاقليمي عندنا في القاهره فمسوي الدورات للمدربين نعم. تصنيف طبعا احنا عكس القدم قدم ما ادري 1 2 3 احنا لا تصنيف اول هو مستوى اول قدم اي بي سي مستوى ثاني مستوى احنا مستوى ثاني. اول مستوى ثاني مستوى ثالث لقائه المستوى الخامس اللي هو توصل لمحاضر دولي بعد المحاضر الدولي طبعا نعم. تدريب وتخصص ترى العاب قوه يا جماعه مو سهله يعني 22 لعبه وكل لعبه لها مدرب المفروض كل لعبه لها مدرب مميز احنا بتشوف نادي كاظمه لمان يعني انا عندي 20 مدرب تقريبا كل لعبه عندي مدرب حق لعبه يعني معينه انا بس بعقب على كلام كابتن علي كابتن علي اول ما مسك الاستاف قبل 4 سنين سوى يعني نغله بالفريق هي كانت مجازفه يعني احنا قبل في السابق لما كنا ندرب عندي او كان يدربونا لاعب المدربين نعم. كان كل مدرب عنده 15 لاعب ما يلحق فيوم جاء كابتن علي فحط لكل لعبه او كل فئه مدرب هني انت شنو سويت تريحت المدرب من من, 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 من الكم التركيز نعم. ايوه بالضبط. فهذه كانت يعني احنا ليش نثق بسطافنا وليش معتزين بسطافنا مدرب احنا متفاهمين خلاص احنا احنا متفاهمين نعم. نقعد اول الموسم نحط النقاط على الحروف خلاص ان كل واحد راح يشتغل على الفئه هذه فالمدرب هنا شو يسوي لما يكون عنده 3 لاعبين فرق لما يكون عنده 15 انا اقول لك ليش لانه ممكن ينكشف فانت تعال يا كابتن عندك ترى الوثب الطويل انا مثلا انا الحين ادرب وثب طويل نعم. وثب عالي انا شغل فيك روح قط لعبتك نعم. مطالب منك 4 لاعبين احنا نشارك 3 مطالب منك ب4 لاعبين كابتن علي مطالب من كل مدرب 4 لاعبين نعم. ليش لا سمح الله انا اجي يوم من الايام اسحب منك لاعب العب لعبه ثانيه انت الا عندك 3 تغطي فهذه يعني لله الحمد لله الحمد عندنا نادي كاظمه الحمد لله احنا متميزين فيها واكثر مدربين الانديه يتمنون يشتغلون عندنا بس يخافون من الشغله هذه لان يعني كابتن علي ما عنده يمرحمين طيب لا تخطي لا طيب احنا بس الحمد لله احنا حريصين على الفوز صراحه احنا يعني
ابو يوسف ما تصور شنو اللذة. وطبعا انت اذا اجتهدت وزرعت اكيد تنطر ثمار النتيجه بالنهايه. نعم احنا ترى السر الفوز معنا بالنادي تعاوننا يعني الكابتن علي ما عنده لاعب صغير كلنا اخوان. نعم بعد التمرين نقعد نتناقش ترى نخلص تمرين نقعد انا ادش النادي 3:30 اطلع الساعه 9 بس بيتك الثاني بيت الثاني تعودنا. طيب شنو حظوظكم كابتن في الموسم الجديد؟ شنو حظوظ كابما؟ والله اول شيء نتمنى التوفيق هنا من رب العالمين. هي المنافسه حاليا منحصره بين 3 أندية كاظمة والكويت والقادسية وكلنا ننافس بالخمس ريات اللي قلت لك عليها. طبعا تساوت مثل ممكن احنا ناخذ بطوله البراعم وهم ياخذون الاشبال، القادسية الكويت ياخذون الاشبال، القادسية ياخذون الناشئين او العكس كذي. نعم فمنافسه منحصره بين 3 أندية طبعا باقي الانديه الامانه مجتهدين ومقصرين ونتمنى لهم التوفيق، لكن احنا نتكلم كمستوى فني مستوى حاليا بين كاظمة والقادسية والكويت. السابق كان في اكثر من نادي كان طبعا ينافس. كان نعم. الشباب وكان السالميه وكان الساحل، بس طبعا الانديه هذه حسب المدربين او حسب امكانياتهم. نعم واللعبه محتاجه دعم الامانه يعني. انا قلت لك احنا استضافنا 20 مدرب مو شويه. نعم. طيب شنو ابرز المعوقات اللي ممكن يعني غير الدعم المادي؟ هل تلقون تجاوب مثلا من بعض الاهالي؟ البعض لما تقول له والله انا ابي ولدك يلعب وياي في العاب يقول لك لا يبا انا ولدي يا يلعب قدم او ما يلعب. وايد تحصل معنا او مثل اي نعم وايد تحصل معنا هذه نقطه كبيره. الكل يبي القدم، عندنا القدم اللعبه الشعبيه الاولى. نعم فاحنا شو نسوي؟ نحاول شلون ترغبون اللاعب؟ اول شيء نقنع ولي الامر. انا اذا شفت لاعب خامه ما اخليه بصراحه، لازم اقنع ولي الامر. ساعات ولا امور ما يجاوب معاك، ساعات ما يرد عليك، ساعات يقول لك ابي دراسه. طبعا معظم اولياء امور يبون دراسه. نعم من حقهم هذا طبيعي هذا. نعم لكن احنا وصلنا للبيت، اروح البيت ونادي ولي امور واكلمه. طبعا المدربين انا اتكلم بشكل عام، نوصل للبيت ونقنعه ونشرح له شنو العاب القوه وشنو ميزتها، واقول له بعد اذا قال افرض مو زين عندك اقول له الولد هو اللي يحدد امكانياته، فامكانيات اللاعب مهارته هي اللي تحدد قدم او سله او العاب قوه او كذا كذا. فالحمد لله توفق. طيب شنو ايضا المعوقات الاخرى اللي ممكن غير الاستاف الطبي والدعم ما تقول ما اشوف ما في معوقات صراحه. انا قلت مثل ما قال لك كابتن علي ان ولي الامر اذا تعاون معنا، لان اكثر ولي الامور يجيك يعني تلقى احنا لما نختار الولد اول ما ندق عليه تليفون يقول كابتن شنو انتو غدا؟ نقول لا العب قوه، وكان ما بيلعب قوه. نعم الولد انا اشوفه بطل، انت عط ولدك فرصه انه يجرب كذا لعبه. نعم زين اساس انه يبرز بلعب. معوقات يعني ما عندنا معوقات. طيب وين تشوفنا ممكن نوصل في حال توفر الدعم المادي المعسكرات الجيده؟ اتكلم على مستوى الكويت، وين تتوقع ان نوصل؟ على مستوى المنتخبات يعني. نعم على المنتخبات نوصل. احنا عندنا لاعبين وصلوا للعالم، نشوف احنا يعني الميداليات قاعد تحقق الاولمبيه عبر هذه الالعاب. الالعاب الفرديه. نعم. يعني انا ما اتكلم على الجماعيه. المشكله ابو يوسف لما انا مثل عندي لاعب عزيز المنديل، اعطيك مثال بطل اسيا. نعم. في سباق 110 حواز. طبعا بطل اسيا سباق 110 لما يشارك بطوله عالميه له تصنيف، يكون تصنيفه الثامن او التاسع او العاشر على العالم كترتيب. لما يصير موسم بطوله العالم او وقت بطوله العالم، انا هنا محتاج شنو؟ محتاج دعم اللاعب. ما يصير بطوله عالم تخلي لاعب يشارك معسكر اسبوعين ولا ابطال العالم مستعدين قبلها بسنه كامله. فانا اتكلم على معظم اللاعبين مو بس عزيز. نعم. كذا لاعب عندنا ابطال يعني في. نعم. حتى لاعبين على الانديه الثانيه. طيب اساس الوقت يعني وانا اسف المقاطعه، لكن ايضا عندنا ضيوف اخرين. كابتن علي كلمتك الاخيره. اول شيء او تمنياتك. اول شيء اشكركم صراحه من خلال البرنامج هذا ويعطيكم العافيه، وفعلا كنا محتاجين الدعم لابراز الاعلام لابراز الصوره لاولياء الامور والرياضه بشكل عام. احنا نوعدكم دائما في برنامج الضحى العود ان ندعم جميع الفرق المميزه في جميع اللعبات. الله يسلمك. نعم. واشكر طبعا اداره نادي كاظمة الامانه يعني مو مقصرين معنا، موفرين لنا بجهدهم اللي حاولوا يساعدونا فيه. اشكر طبعا اخواني هيئه التدريب وعلى راسهم طبعا اخوي يعقوب اسحاق البنا اللي هو يعتبر المدير الفني للعبه وهو يعتبر الاب الروحي لنا كلنا وبطل اسيا طبعا يعقوب. وجه له تحيه اكيد. اي طبعا وجه له تحيه من خلال البرنامج. عندنا طبعا لاعبين ابطال برزوا واشكرهم كلهم، اشكر اصطافي هيئه التدريب، انا ما ابي اذكر اسامي على اساس لا اخص حق احد. نعم. فشكرا للكل ويعطيكم العافيه. كواكم والله. ايضا كابتن هادي عندك كلمه اخيره.
والله انا اشكرك ابو يوسف على اللقاء الحلو هذا، واشكر العاملين على البرنامج، وان شاء الله يعني واحنا ايضا نشكركم على هذا الدرع يعني والله هذا شوي يعني حكم فاجاتونا اصلا بوجودكم. لا والله تستاهل البرنامج طلع على هذا الدرع الليل يعني حاولنا نجيبه ويعطيكم الف عافيه على هذا اللقاء، وسامحونا اذا ان شاء الله احنا يعني لا ابد، بس ان شاء الله مره ثانيه توعدونا تجيبون وياكم نجوم شباب ان شاء الله يعني الدين الواعد ان شاء الله ايضا نعطيهم مساحه وفرصه حتى في ظل هذا التالق اللي يعيش فيه السفير نادي كابما في هذا المجال. نشكر الكابتن علي نايف الهاجري والكابتن فهد الصالح ممثلي السفير في العاب القوه، شكرا جزيلا لكم، ان شاء الله نشوفكم في ضحى عود قادم باذن الله تعالى مع ما تتمنون من انجازات وطموحات. شكرا جزيلا لكم. شكرا. نذهب الى الفقره القادمه مشاهدي الكرام، لا تذهبوا بعيدا، ما زال في ضحى العود الكثير، ابقوا معنا. صباحكم الله بالخير أعزائي المشاهدين، حياكم الله في فقرة جديدة من فقراتنا الصحية. اليوم راح نتكلم عن موضوع مهم يعاني منه الكثير من الناس، ألا وهو موضوع الإمساك. كم واحد فينا صار فيه إمساك بحياته؟ كلنا أتوقع، كلنا 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 صار فينا الإمساك. لذلك يتراوح الإمساك ما بين كل شخص عن شخص بدرجة قوته ودرجة خطورته. 92% من الناس يعانون من الإمساك بسبب عوامل غذائية ونفسية، و7% فقط من الناس اللي يعانون من الإمساك المزمن وهي حالة مرضية تتطلب العلاج من دكتور الجهاز الهضمي. لذلك احنا نتكلم عن 92% اللي مشكلتهم بس اللي ما يعرفون ياكلون. خلينا نعالج هذه المشكلة ونعرف ان شلون نعالجها ونعرف شلون نسويها. اول شيء اذا عرف السبب بطل العجب، لازم نعرف شنو اسباب الإمساك. اول سبب من اسباب الإمساك هو جفاف الجسم من السوائل، رقم واحد عشان نكون صريحين مع بعض. اللي ما يشرب على الأقل لتر ونص لترين ماي باليوم فهذا أول شخص معرض للإصابة بالإمساك، لأن الماي هو الذي يؤدي إلى ليونة الجهاز الهضمي، هذا أمر في غاية الأهمية. اثنين، افتقار النظام الغذائي من الألياف الغذائية. الألياف الغذائية هي اللي موجودة في الطعام، نتكلم عن قشرة الفاكهة يعني التفاحة الواحدة فيها 5 جرام ألياف، الموزة فيها 6 جرام ألياف، كوب الشوفان في 6 إلى 7 جرام ألياف، كوب البقوليات النخيل الباجلة الفاصوليا الفول العدس تقريبا في من 5 إلى 7 جرام ألياف. احنا نتكلم عن كثير من الأطعمة التي تحتوي على الألياف، نفس الخضار السلطة الفواكه كلها بشكل عام. كل هذه الأمور صار نظامنا الغذائي يفتقرها، ويحتاج الإنسان من 25 جرام إلى 35 جرام من الألياف يوميا. لذلك يا جماعة في أمر في غاية المهم، الإحصائية الجديدة تذكر بأن الإنسان يتناول قرابة من 10 إلى 15 جرام ألياف باليوم، وهو من 10 إلى 15 جرام ألياف أقل من المعدل الطبيعي اللي يحتاجه اليومي. لذلك الألياف يعتبر مصدر مهم. بدل العيش الأبيض اللي أنت قاعد تاكله بالمشبوس والمطبق والبرياني وحط عيش أسمر. من جرب العيش الأسمر بالمشبوس؟ لذيذ جدا وممتاز، ما يفرق بالطعم أصلا، ولكن إحنا تعودنا على الأبيض بشكل عام. الأمر الثالث وعدم ممارسة الرياضة. ممارسة الرياضة هي التي تؤدي إلى الحركة الموجية للقولون. القولون في حركة موجية تحرك الأكل تنقله. إن الإنسان إذا تفكر في تركيبة جسم الإنسان عند تناول الطعام، يجلس الطعام في المعدة لمدة ساعتين، ثم ينتقل الطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة، وطول الأمعاء الدقيقة 7 متر، يجلس فيها الطعام من 6 إلى 8 ساعات، ثم ينتقل الطعام من الأمعاء الدقيقة إلى القولون اللي هي الأمعاء الغليظة، ويجلس فيها تقريبا من 14 إلى 16 ساعة. لذلك أفضل شيء إن الإنسان والإنسان الطبيعي يدخل الحمام تكرمون مرة واحدة في اليوم، اللي يدش مرتين هذا محظوظ ممتاز، ولكن مرة واحدة هي الحد الطبيعي. أكثر من يومين إلى 3 أيام بدون دخولك للحمام فهذه تعتبر إمساك واضح فيك، ويجب أن تتطلب هذه الأمور الثلاث الرئيسية. لذلك عند جلوس الطعام في القولون الأمعاء الغليظة لمدة طويلة ممكن أن يتضرر منها الإنسان، والواحد عباله أمساكه بس وبعدين بس أحس بثقل وبعدين، لا هو مو بس ثقل، فهو الواحد يحس بصداع، يحس بنقص طاقة، انتشار البكتيريا والسموم في الجسم يؤدي إلى خمول وتعب، يؤدي إلى عدم القدرة في التفكير، ويؤدي إلى أيضا صعوبة في النوم. هذه كلها من أعراض الإمساك التي يحس فيها الإنسان. لذلك إذا حسيت بالإمساك، من الأمور الأساسية التي أيضا تؤدي إلى زيادة الإمساك عند الإنسان هو الاكتئاب
الاكتئاب اذا الانسان كان يفكر وباله مشغول وياكل بعمره فهذا 100% راح يصير فيه امساك. وايضا من الامور الاساسيه هي الافراط بالملينات والمسهلات. يعني مثلا اعرف ناس بحجه نزول الوزن انقاص وزنهم وبحجه انه يطلعون بطنهم على طول بعد كل وجبه فهم ياخذون الملينات اللي هم الحبوب الموجوده من الصيدليه، هذول لا يؤخذون يوميا، هذول اذا الواحد يبي ياخذهم لازم ياخذهم تحت اشراف مختص ولازم ما ياخذهم اكثر من مره واحده بالاسبوع. لذلك هذه الامور هي التي تؤدي الى كسل عضلات الامعاء مما يؤدي الى ان الطعام يجلس في المعده مده طويله. هاي طبعا كل هذه الامور، لذلك نرد نقول لكم الماء، الالياف، الرياضه، الابتعاد عن الاسترس والاكتئابات، والابتعاد عن الملينات التي تؤدي الى كسر منطقه القولون وعضلات الامعاء. والله يوفقكم ان شاء الله، اشوفكم بحلقه جايه ان شاء الله. رجعنا لكم مشاهدين. توج في الأسبوع الماضي فريق كرة الماي في نادي الكويت بلقب الدوري العام للموسم الرياضي 2015 بكل جدارة واستحقاق بعد تصدره مراحل البطولة الثلاثة اللي انطلقت في شهر فبراير الماضي. وفي هذه المناسبة يسعدنا ويشرفنا استضافة السيد محمد راشد عتيبي مساعد المدير الفني لفريق كرة الماي بنادي الكويت. وصبحك الله بالخير يا هلا فيك. صبحك الله بالنور، يطول لي عمرك، وصبح على أخوان المشاهدين، وصبح عليكم. حياك الله في برنامج الضحى العود، واحنا يعني سعداء في وجودك ويانا، وخاصه يعني نادي الكويت مميز في جميع الالعاب، واليوم نتكلم عن لعبه كره الماء. نعم، امانه نادي الكويت يمكن الفتره الاخيره كان يحصد كاس تفوق العام للانديه. نعم، وكان بجداره الفتره الاخيره. يمكن احنا غبنا شوي عن كاس الدوري العام موسمين، ولكن لله الحمد قدرنا نرجع الموسم هذا. نعم، يعني بعد موسم ماراثوني انا اعتبره يعني. نعم، يعني لما تقول لي خمس فرق ونقعد احنا 10 شهور في دوري، فهذا بحد ذاته انجاز يعني. نعم، لممارستنا هذه باللياقه حتى حق الاداريين. اكيد يعني. نعم، طول لي عمرك. نعم، طيب ماذا عن دور النادي في تحقيق هذا الانجاز؟ الدعم، احنا نشوف نادي الكويت متفوق في جميع الالعاب في الفتره الاخيره، وهذا شيء يحسب له. ماذا عن يعني التركيز على بطوله كره الماء؟ بكل امانه احنا عندنا يعني مجلس اداره محترف، يعني هذا اللي ميزنا عن باقي مجالس ادارات الانديه. يمكن بعض الانديه انا اعرف فيهم لاعبين يقولون لي احنا نحسدكم على هذا مجلس الاداره اللي تملكونه. مجلس اداره احترافي بمعنى الكلمه، ويمكن انا من خلال برنامجكم انقل تحيه لرئيس نادي الكويت واعضاء مجلس اداره نادي الكويت، وابارك لهم بهذا الفوز واهدي لهم ان شاء الله، واخوانهم اللاعبين هم يهدونهم بهذا الانجاز. نعم. طيب محمد، مشوار الفريق في بطولة الدوري الماراثوني، شنو أصعب مباريات اللي واجهتوها؟ يمكن كانت أصعب مباريات، احنا الفترة الأخيرة كانت المنافسة دائما تكون بين نادي القادسية ونادي الكويت. نعم. فما أعتقد ان احنا واجهتنا صعوبات الا مع نادي القادسية، بحكم ان احنا الدوري فيه محترفين، فالناديين الوحيدين اللي يستقطبون محترفين هو نادي القادسية ونادي الكويت. نعم. فدائما منافساتنا تكون ما بيننا وبين نادي القادسية، فكنا يعني منافستنا فقط معاهم. طيب انت تكلمت ان الدوري يعني وقته زمني طويل 10 شهور، وبالتالي شلون يعني تركزون على هذه الفترة الزمنية، تعداداتكم للدوري، نفس طويل، محتاجين يعني اتوقع مجهود كبير. والله شوف انا يعني ما اخفيك ان لعبه كره الماي المشارك فيها خمس فرق فقط، فانا استغرب يعني بكل امانه تنظيم دوري مدته 10 شهور لخمس فرق بس. السابق كنا نشارك في 9 و10 فرق ما قبل الغزو. نعم. ما قبل الغزو كان يشارك اكثر من تقريبا 10 فرق كان يشارك، من 10 ل 11 تقريبا. إيه، من 10 ل 11 فريق كان. وبهذا التاريخ ما قبل الغزو لو رجعنا على ما اعتقد في سنه 89 الكويت قدر يتغلب على منتخب مصر. نعم. اللي من بعد الغزو الى الان ما عمرنا غلبنا منتخب مصر. نعم. فارجح انا شلون يعني تتكلم عن حجم التنافس لما يكون في عدد فرق كثار، يعني 10 11 فريق، بالتالي انحصرت المنافسه ما بين 5 إلى 2 في الوقت الحالي، بالتالي هذا ينعكس على المنتخب شيء طبيعي. نعم اكيد، انت الحين تقول 8 سنوات أو 7 سنوات من حصر المنافسه ما بين نادي القادسيه والكويت فقط لا غير. نعم. لما يكون فيه 11 فريق ولا 10 فرق موجوده يقوى الدوري، يصير الدوري قوي. لما يتنافس خمس فرق على الدوري
هذا يعطي يعني على ما يقولون يعطي ثمرة طيبة حق المنتخب يعني. نعم. بالنهاية مدرب منتخب يصير عنده يعني مجال في متعددة. في اختيارات متعددة في نعم. اختيار لاعبين المنتخب. نعم. طيب محمد، أنا أعتبر كرة الماي من أصعب أنواع الرياضة، تحتاج مجهود عضلي قوي ولياقة عالية، هل الفريق يمتلك محترفين ككرة القدم وكرة السلة؟ نعم، احنا القرار الجديد اللي حاليا في النظام الأساسي أعتقد في عام 2013 أقر لكل نادي أنه يقدر يستدعي محترفين اثنين، لكن يكون واحد في الماي فقط. فحاليا قانون المحترفين موجود عندنا ومطبق. طيب رأيك في اللاعب المحلي، وين كان وين صار وين تشوفه الحين، خاصة على المستوى العربي كما تفضلت؟ والله شوف، اللاعب المحلي لاعب ممتاز جدا يعني، لكن ينقص أمور كثيرة يعني، احنا وبالذات في بلدنا للأسف يعني بلد الخير، بلد ما ينقصها اي شيء، فيها كفاءات والله الحمد وعندنا خير من الله، ينقصنا التخطيط، لكن يعني التخطيط يعني فعلا ينقصنا يعني ما يصير لاعب محلي ما في احتراف، ما في اي شيء يعني، يعني هذا الاحتراف الجزئي انا ما عنده احتراف. طيب هذا ايضا يلقي لون على الأندية، الكويت قاعد يشتغل ويطلع وينجز، القادسية قاعد يشتغل ويطلع وينجز، ليش ما باقي الأندية أيضا تعمل بنفس الطريقة، وبالتالي نرى بالنهاية يعني لاعبين تماسيح كما نقول. نعم. مميزين بالنسبة لمنتخبنا الوطني لكرة الماي. شوف بالنهاية لعبة كرة الماي مو نفس لعبة كرة القدم، ما هي اللعبة الشعبية في الكويت أو في العالم بصورة عامة، فتواجه قلة دعم. نعم. يعني ما في داعمين حتى من ناحية الإعلامية، يمكن من ناحية الإعلامية وإن كان يمكن تلفزيون الكويت يعني الأخيرة قاعد يعني يدعم وينقل البطولات. أنا أمانة أستغرب أن نلعب نهائيات ما نشوف أي أحد ينقل، ما أعرف القصور، هل هو من الاتحاد نفسه؟ نعم. هو اللي المفروض، أنا أتوقع أن الاتحاد هو يراسل التلفزيون أو ما شابه هذا الأمر. نعم. طيب في نفس السياق، شو اللي ينقص اللاعب المحلي عشان يوصل إلى المستوى المطلوب؟ والله اللي ينقص يعني غير الدعم المادي والدعم التفرغات. نعم. التفرغات احنا نواجه مشكله الحين، اللاعب ياخذ تفرغ من الهيئه العامه للشباب والرياضه دوام يرفضه. نعم. اليوم صحيح، هذه مشكله الكل، اغلب اللاعبين مشكلتهم. نعم. زين، في سجدت قوانين او في تغيير بالقوانين على كره الماي، ولا هذه هي القوانين اللي محطوطه من سنين يعني؟ لا دائما في استحداث كل سنتين ثلاث. نعم. يصير استحداث في القانون في لعبه كره الماي. نعم. تشوف انت الاستحداث الاخير لمصلحه اللعبه، يعطي حيويه، يعطي، نشوف بطولات عالميه يعني حتى نلاقي التنافس فيها شديد يعني جدا، خاصة الأوروبية. نعم، كل تطور هو دائما يخدم اللاعب يعني، وبالعكس يثقف حتى الجهاز الفني، لأن تتغير معاه الخطط، تتغير معاه أساليب اللعب، يتغير كل شيء فيها القوانين هذه، وهم دائما يدورون على الأخطاء ويصلحون منها الاتحادات الدولية. طيب نروح حق المدرب الوطني. بالفعل نروح حق المدرب الوطني، رأيك شنو يحتاج المدرب الوطني عشان يوصل للمرحلة المطلوبة؟ أنا في رأيي أن المدرب الوطني أول شيء مو موثوق فيه، إحنا للأسف ربعنا يحبون لعيونه زرق، يحبون هم لعيونه زرق أو عيونه على أيام العدسات منتشرة فما يثقون في الأجنبي أكثر من الوطني، مع أن في كفاءات وطنية، لكن الوطني فيه يمكن عيب بسيط يعني ما يطور نفسه، وهذا مو منا نعتبره، لأن الاتحاد ممكن يدز مدربين الأجانب لدورات خارجية تقام، لكن ما يدزون الوطنيين نهائيا يعني، لو الاتحاد يقدم لي ويسوي دورات ويقيم دورات أكيد أن الوطن راح يروح يحط نفسه أن أنا أسجل بهذه الدورة عشان أرتقي أنا، عشان أرفع مستواي أنا كمدرب. لكن إذا كانت الدولة تفتقر الدعم او الدعم. نعم. او الدورات او كذا، فشلون راح اطور نفسي انا كمدرب؟ على ان انا مع المدرب الوطني، خصوصا يعني اغلب اللاعبين محمد نشوف كانوا لاعبين ومن ثم صاروا مدربين او حكام. نعم. يمكن محمد انت كنت لاعب والحين نعم حاليا انا مدرب. مدرب انا اعتزلت في 2012. نعم. وللاسف يعني حتى اعتزالي ما زال في الاتحاد الى الان، ما سووا لي شيء. قالك تهد خيطان تروح الكويت؟ بالنهاية هذا بيت على طاري يعني المدربين الوطنيين، يعني أنا أذكر الكابتن حامد الهدهود. نعم. في نادي القادسية. نعم، حاليا مدرب نادي اليرموك. نعم، حاليا اليرموك، يعني نصبح عليه بالخير، وهو كان يعني فضل في ذاك الوقت علي كمدرس وأيضا كمربي فاضل. نعم نعم، أمانة كابتن حامد الهدهود كابتن يعني قدير،
نتعلم منه رجل اللعبة. فايز التوحيد. فايز التوحيد نعم. وفي نجوم كبار يعني. عليه بالخير نعم. طبعا نعم. من خلال برنامجكم نعم. والنجوم كثار يعني اللي بالاتحاد موجودين أغلبهم ترى لاعبين يعني أكيد. يعني يعرفون المشاكل ويعرفون طيب شنو صعوبة هذه اللعبة؟ خلنا ندش في أعماق لعبة كرة. شنو الصعوبة هني في الكويت؟ أنت قصدك من أي ناحية بالضبط؟ ناحية التكنيك. لا احنا عندنا الصعوبه بس ان اللعبه هذه نعم. اللعبه اول شيء تحتاج لياقه بدنيه عاليه حلو في اقبال وبعدين تحتاج الى احتكاك نعم. الاحتكاك يجي منين؟ يجينا من المباريات الوديه اللي تقام نعم. اذا احنا خمس فرق نتنافس على الدوري طيب شلون احنا نعد نفسنا نعم. اذا يعني يعني الفريق اللي له على ما قالوا الشانس الأكبر في الدوري هو اللي يطلع معسكر نفس نادي الكويت والقادسية نعم. إحنا نادي الكويت مجلس الإدارة ما شاء الله لا إله إلا الله يعني يتكفل دائما سنويا بإخراج الفريق معسكر تدريب في إقبال من البراعم الناشئين الفئات السنية إيه في إقبال كبير يعني أنا ما أتكلم بس عن نادي الكويت الحين قاعد أتكلم عن الكل لا أنا أتكلم على نادي الكويت بحكم تواجدي فيه يعني نعم. أنا ما أعرف شنو يدار في الأندية الأخرى ولكن نعم. من خلال تواجدي في نادي الكويت لا في عدد كبير والله الحمد لله. طيب محمد شنو هي البطولات اللي قاعد تجهزونها او اللي بتسوونها ان شاء الله قريب؟ بصراحه يعني احنا شايفين الايقاف الموجود حاليا نعم. واحنا احد الاتحادات اللي شملنا الايقاف هذا. انا ما اشوف حاليا في الوقت الراهن ان عندنا اي استحقاق خارجي لكن الا يمكن في المشاركات العربيه اللي هي غير معترف فيها طبعا. نعم. طيب دور الحكام واحنا نعرف انه يمكن دائما مساله التحكيم يمكن تواجه بعض الصعوبات لكن بالنهايه ايضا نريد دعم لحكام المحلي. والله شوف انا اتمنى يعني لكن للاسف يعني مثل مباراتنا النهائيه اللي لعبناها احنا ونادي القادسيه كانت المباراه اكبر من مستوى الحكام مع احترامي يعني خذيت البطوله انت بعد انا خذيت البطوله وانا, وأنا مستاء امانه من من, من 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 طاقم التحكيم لان انا في وجهه نظري انا بان أنا ما أدخل في نواياهم ولكن كانت المباراة أكبر من مستواهم. إحنا يمكن خاطبنا الاتحاد بأن نبي حكام محايدين. نبي حكام أجانب طلبنا. الاتحاد أعتقد خاطب نادي الكويت والقادسية قال لهم تدفعون تكلفة الحكام. فوافقوا الناديين لما وصلنا مرحلة الدفع نادي الكويت عد المبلغ واتصل فيهم قال لهم جاهز نادي القادسية ما قام رد التليفون. طيب يلا محمد يلا عندك طيب تقييمك للفن لأجهزة البطولات ومسابقات الاتحاد الكويتي أمانة أنت قبل شوي أنا ذكرت لك أن الدوري كان ماراثوني 10 شهور يعني أكيد أني أنا ما راح أمدح لجنة المسابقات مع احترامي لهم يعني 5 فرق تلعب 10 شهور نعم وتريح 2 شهر هذه بحد ذاتها مصيبة 5 فرق وبعدين بدينا قالوا راح نلعب 4 أدوار بعدين نخلص الدور الثاني يقولون احنا اجتمعنا اللجنة الفنية قللناها 3 أدوار فيعني ما يعني انت تعيش حياتك وانت تلعب الدوري ما تعرف متى يبدأ ومتى ينتهي اليوم اللي تبلش فيه ما تعرف متى ينتهي ولا تعرف شنو الإجراءات اللي راح تصير من صالحك ومن صالحك يعني انت تجتمع قبل الدوري ويحطوا لك الآلية كاملة يعطونا الجداول توصل نص الدوري تنصدم انه يلغي من الجدول قسم كامل يعني انت بدك كمدرب تعمل حسبه اكيد عندك هي نقاط تجمع نقاط طيب تجهيزكم للمعسكرات تجهيزكم يعني وين تفضلون تقيمون معسكرات تدريبيه قبل الموسم والله نادي الكويت نادي الكويت احنا يعني امانه مجلس الاداره دائما يتيح لنا الفرصه في اختيار المعسكر يعني اصبح بالخير على اخوينا رئيس مجلس اداره نادي الكويت السيد خالد الغانم أمانة الداعم الرئيسي للعبة السباحة والألعاب المائية في نادي الكويت دائما هو يعني على ما قالوا إيده مفتوحة لنا أكيد بسويسرا تروحون لا مو بسويسرا نفس القدم قبل احنا الموسم الماضي طلعنا معسكر تدريبي في تونس كان إعدادنا رحنا تقريبا 20 يوم تونس أيضا من الدول المميزة فيها إيه من الدول اللي تملك إمكانيات وقبلها احنا رحنا صربيا هو الحين حاليا موعودين باذن الله من ايضا ابو محمد سيد خالد الغانم الدوري تدللون اي قال خلاص حاليا شوفوا وين تبون ان شاء الله حق الموسم القادم تستاهلون كل خير دائما في البطولات طيب ابو طيب محمد وين دور الاتحاد في نشر لعبه كره الماء يعني من ناحيه المنافسه مع منتخبات او لما والله يعني تشوفين يعني لازم يكون له دور الاتحاد ايضا يعني احنا ما نقفل لهم على اي احد ثاني بعد هو الهدف الرئيسي من الاتحاد نشر اللعبه نعم
أنا أذكر في أندية كثيرة من دون ذكر أسماء كانت تتقدم الاتحاد بأنها تبي تشارك في اللعبة، لكن الاتحاد يحيل شيء على إدارة الخبراء، يحيل شيء ما أعرف يعني، هي طبعا أغراض سياسية أعتقد أو انتخابية على ما يقولون، يدخلون الانتخابات. من مصلحة الاتحاد أتوقع أنه يصير في عدد من الفرق يعني مشاركة من مصلحته، بس راح تزيد المقاعد أعتقد في اتحاد السباحة، فإذا زادت المقاعد قد ما 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 تعجبهم آراء الناس الموجودة. يمكن على العموم احنا نتمنى يعني نستضيف أيضا أحد من اتحاد كرة الماي أساس يوضح مثل هذه الأمور، لكن ماذا عن استعداداتكم واستحقاقكم المقبلة؟ شنو تفكرون فيه؟ شنو طموحاتكم بالنسبة لنادي الكويت؟ احنا إلى الآن أمانة تونا خالصين، احنا يعني ما جهزنا حاليا حق إعدادنا الموسم القادم، لكن خلال هالأسبوع بإذن الله راح نجتمع احنا كجهاز فني وجهاز إداري لوضع الخطة حق الموسم القادم. ما نعرف احنا الى الان شنو الايقاف اللي راح يكون من على الكويت، هل احنا راح نشارك في بطولات اسيويه للانديه ولا ما راح نشارك، يعني ما زالت علامه الاستفهام هذه موجوده الى الان. انزين محمد، كره الماي فيها اصابات اكيد، شنو يعني التعرض لها اللاعب او خطوره اي اصابه اكثر شيء تعرض لها يعني؟ هي تقريبا اعتقد حصلت على ثالث اعنف لعبه او رابع اعنف لعبه في العالم. بحكم ان الانسان لما يكون في الماي الجلد عنده يكون طري شوي، صحيح، فقد يكون احتكاك اي لاعب ممكن تكون اصابه في العين، ممكن اللعب من تحت الماي او الضرب اللي انا ما قاله نشوف الطق يعني انا بالنهايه ايام ما كنت لاعب وترفس اي ايام ما كنت لاعب كنت العب ويا لما نوصل نهائي مع نادي القادسيه وصبح على اخوي محمد عاشور بالخير سنتر نادي القادسيه، كان يعني مع ان احنا اخوان برا يعني أكيد. بس بالماي لابد شوي في نوع من العنف، يمكن مو بقصد اني اعوره ولا اذيه ولا كذا، لكن هي اللعبه طبيعتها كذي، فيها احتكاك نفس كره اليد، فيها خشونه. أيوة. نعم نعم. طيب كلمه اخيره كابتن محمد. امانه اشكر رئيس واعضاء مجلس اداره نادي الكويت على دعمهم المتواصل، وأشكر بعد السيد خالد الغانم وفهد الغانم دعمهم اللامحدود أمانة للألعاب المائية. شكر خاص لعظمة إدارة نادي الكويت ومدير الألعاب المائية دين لدين على تواجده واهتمامه بالفريق، وشكر خاص للمدير الفني بكل أمانة اللي أولانا الثقة وأعطانا الثقة، ويعني كان قبل اللاعبين والجهاز الفني والإداري الكابتن معتز السوسي. طيب تحدثنا بس قبل أن ننهي عن يعني عن هذا الكأس، يعني اتوقع ان لا يعني غلطات خاصه اكيد عندكم. نعم امانه هذا الكاس انا بالنسبه لي هذا اول موسم تدريبي لي والله الحمد، فاكيد ان لما انا اخر موسم ختمته كلاعب اخذت الدوري واول موسم كتدريب اخذت فيه الدوري بعد غياب، يمكن بعد غياب كنت سنتين لظروف كانت. نعم. يعني فاعتقد يعني نهايه مع بدايه، هذه بدايه مشوار. نعم. واتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقنا في المواسم القادمه. الله يوفقك ان شاء الله محمد. الله كل الشكر لحضورك كابتن محمد العتيبي. بالفعل. ان شاء الله باذن الله تعالى تحقق طموحاتكم ونشوف الدوري الكويتي لكره ماي على اعلى مستوى، ولازم نبنى واحد من اعضاء الاتحاد اساسا نوجه اسئله. بس انا اتمنى اذا كان في احد إن شاء الله. انا بالعكس نقدي بناء ان شاء الله لهم يعني. نعم. يعني انا مو نقدي بالنهايه احنا نصل في مصلحه انا اتمنى مصلحه يعني. اللعبه. نعم. نعم. لكن اذا كان في احد باذن الله تستضيفونا اتمنى اكون انا موجود بعد ان شاء الله. طول عمرك. اذا شكرا جزيلا لك وان شاء الله اشوفك في ضحى عود قادم باذن الله تعالى. باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. روح حق الفقره الجايه اصابات الملاعب والدكتور. انا هذه الفقره افضلها جدا. ننتقل إلى إصابات الملاعب والدكتور محمد دوسري مشاهدينا. صلى بعدنا على الإصابات. إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم الضحى العود وفقرتكم الإصابات الرياضية. اليوم راح نتكلم عن إصابة رياضية موجودة عندنا في دولة الكويت وخاصة في دولة الكويت، وهي إصابة مهارة الوقوف على الرأس. إصابة مهارة الوقوف على الرأس عادة هذه المهارة يعطونها ضمن منهج وزارة التربية، وأيضا إنزين موجودة عند اللي يلعبون البريك دانس أو اللي يلعبون رياضة يحاولون موضوع أنه يكون على الرأس. طبعا الوقوف على الرأس كمهارة ألغيت من الجمباز من زمان لأنها خطيرة جدا على الجسم. الجسم الدماغ مصمم انه يوقف بالشكل الرأسي هذا، مو مصمم انه يكون بالمقلوب،
مو مصمم انه هو يكون بالمقلوب. فاذا انت وقفت على راسك ضغط الدم في الراس يوصل الى 150 على 110، تخيل من 120 على 80 يوصل الى 150 على 110، شيء الرقم كبير جدا زين، وكان انه هو يضر العين، شبكه العين. فتخيل احنا عيالنا نربيهم على الوقوف على الراس كمهاره حركيه وزين، وهذا الوقوف على الراس وكان يسبب لهم مشاكل في شبكيه العين، وكان ايضا يسبب لهم مشاكل في الاذن. طبعا هذا الكلام مو كلامي انا، يعني كلام منشور في المجلة العلم الأعصاب وكذلك المجلة الطبية البريطانية والمجلة الطبية الأمريكية، وكلهم يقولون في هذا الموضوع. إذا ابنك يعاني من مشاكل في القلب أو مشاكل في العين أو مشاكل في الإذن، وقوف على الرأس بإمكانه أن تسبب له مشاكل في الدماغ. زين، وأزيد في الشعر بيت، أيضا جامعة أكسفورد زين طلعت تقرير، والتقرير هذا يقول انه بامكانه انه يسبب سكتات دماغيه عند الناشئه وعند الصغار وعند المراهقين لقضيه وقوف على الراس. ليش؟ لانه بامكانه انه هو يجرح الشرايين الرقبيه، بما ينتج الى زياده في الدم في قاعده الدماغ، وبالتالي يسبب سكتات دماغيه. وهذا السكتات لا يمكن بامكانها تكون من ثاني يوم، مو من اول يوم، من ثاني يوم يكون عندنا السكتات الدماغية. فبالتالي الناس يقولون أنه مو سببها الوقوف على الرأس. الوقوف كمهارة على الرأس ما لها أي فائدة رياضية، ونقدر نتحدى جميع اللي يعطون هذه المهارة ونقول لهم عطونا فائدة رياضية جسدية نتيجة الوقوف على الرأس. يعني هذه كمهارة إيش ممكن تعطي؟ ماكو شيء، ما في شيء بامكانك تعطيك اياه المهاره هذه. لكن في المقابل احنا عندنا مشاكل وكان تسببها الوقوف على الراس، منها بامكانها تطير الشبكيه فتعمي الولد، وكانت تاثر على الاذن وتسوي لنا مشاكل في الاذن والام في الاذن، وكان انها ايضا تسوي لنا مشاكل في القلب عند الطفل، وايضا بامكانها ان هي تسبب سكته دماغيه عند باقي الاطفال، كلها من سبب هذه المهاره. رساله من برنامجكم الضحى العود إلى وزارة التربية، يجب إلغاء هذه المهارة. هذه المهارة ألغيت من اتحاد الجمباز، ألغيت في جميع دول العالم ما عدا دولة الكويت. من رسالة لكم نقول لنا احفظوا عيالنا من هذه المهارة اللي ما منها فود، ونشوفكم إن شاء الله على خير. شكرا جزيلا دكتور محمد الدوسري. يعني انا اول مره اسمع في مساله ان الوقوف على الراس يسبب هذه المشاكل الصحيه، وايضا يمكن خاصه على العين والشبكيه. شكرا على هذه المعلومات، وان شاء الله باذن الله نستضيفك على اساس نستوضح منك مثل هذه المعلومات بشكل اكبر. اكيد، على ان اول يعني على ايامنا كنا نسوي وقوف على الراس، نسوي ما فينا الا العافيه شقه والوقوف على الراس والوثب الطويل والوثب القصير. لكن اليوم استمتعنا الحقيقه يعني في هذه النجوم اللي استضفناهم افتخار، وان شاء الله باذن الله تعالى نوعد الساده المشاهدين باستضافات ايضا نجوم بحجم اكبر وان شاء الله بشكل اكثر في برنامج الضحى العود، ونعطي نصائح خاصه في مساله التغذيه والحريم يمكن يهتمون في هذه المساله. فعلا، وبالاضافه الى التمارين الرياضيه. مشاهدينا اتمنى انكم استمتعتوا معنا اليوم في حلقتنا الضحى العود. اترككم في حفظ الرحمن ومع السلامه. كل التوفيق لابنائنا الطلبه في امتحاناتهم، لكم تحيات الفريق العامل، فما الله.